حساب المجرم ده، وكمان اخش على حساباته عشان ده عمال يهكر في حسابات الناس، وده بقى خطر جدا ولازم الشرطة تقبض عليه، وانا كمان لازم اساعد الشرطة ان هي تقبض على المجرم ده. ياه، انا بقالي ساعتين قاعدة بحاول ان انا اهكر حسابه ولكن لسه، فلازم انا دلوقتي اروح انام عشان انا بكرة عندي شغل كتير جدا. يا سلام، النهاردة يوم جديد وعندي طاقة كبيرة جدا، وان شاء الله هقدر امسك المجرم ده النهاردة. صباح الخير يا سجدة، ازيك؟ عاملة ايه؟ صباح الخير يا سيامند، عامل ايه؟ الحمد لله، شكلك النهاردة يا سجدة مبسوطة. خير، في اخبار ولا ايه؟ طمنيني، عرفتي اي حاجة عن الهاكر اللي بيهكر كل حسابات الناس ده؟ لا انا لسه ما وصلتش لحاجة يا سيامند، عشان هو الهاكر عامل حاجات كتيرة قوي في حساباته وانا مش عارفة اوصل لها، بس انا متأكدة ان انا ان شاء الله هعرف اوصل لحساباته النهاردة. طبعا، وانا هكون معاكي في اي حاجة، لو وصلت لأي حاجة قوليلي عشان اساعدك. اكيد، ودلوقتي يلا عشان الاسانسير فتح. اهلا يا سجدة، صباح الخير، ازيك؟ عاملة ايه؟ شكلك مبسوطة، في حاجة ولا ايه؟ انا امبارح بالليل قعدت ساعتين عشان احاول ان انا ادخل على حساب الهكر اللي عمال يهكر حسابات الناس، لكن انا ما وصلتش لحاجة. بس وانا جاية في الطريق دلوقتي حصل حاجة مهمة جدا. خير يا سجدة، في ايه؟ حصل ايه؟ وانا جاي عرفت ان الهاكر ده دخل على حسابات البنك اللي جنبنا، وهو كده سهل عليا مهمتي اني اوصله، لان الشبكة الرئيسية بتاعة البنك متوصلة بينا باعتبارنا مكتب امن وبنساعد الشرطة. ايوة فعلا يا سجدة، انت كده ممكن توصلي له، بس انت هتعملي ايه دلوقتي؟ احكيلي، ممكن تقوليلي اول باول هتتصرفي ازاي؟ طبعا طبعا هقولك، عشان انا عارفة ان انتي خايفة عليا، وانا دلوقتي هروح المكتب عشان اخلص شغلي. قربت اوصلك يا هاكر، انت فاكر ان انا مش هقدر اوصلك؟ لا انا قربت اجيبك. هاي يا سجدة، عملتي ايه؟ انا شايف في شوية تطورات، قدرتي توصلي الحاجة؟ ايوه يا سيمان، في تطورات جديدة وان شاء الله هقدر اوصل للهاكر. تمام تمام، ربنا معاك يا سجدة، التطورات دي تساعدني جدا زي ما تساعدك، بس انا جيت عشان اقولك ان حضرة العميدة حنان مستنياكي في المكتب بتاعها. ازيك يا سيادة العميدة، انا النهاردة جايبالك اخبار حلوة. خير يا سجدة، اتمنى فعلا تكوني جايبالي اخبار حلوة النهاردة، عن الهاكر ولا عن حاجة تانية؟ أرجو أن يكون عن الهاكر، لأن أنا عايز أقبض عليه في أسرع وقت. أيوة يا ست العميدة، عن الهاكر، عشان هو بغبائه هاكر البنك اللي جنبنا، وده سهل عليا المهمة جدا. تقصدي حسابات البنك اللي جنبنا اللي احنا أصلا معانا الكابل الرئيسي بتاعها؟ ده كده يبقى سهل علينا المأمورية جدا جدا، يعني كده تقدري توصلي له بسهولة. ايوة فعلا، ده اللي انا قصدي عليه، ولو سمحت انا دلوقتي هرجع المكتب عشان احاول ان انا الاقيه باسرع وقت. ايه ده، هو مالش مند قاعد على المكتب بتاعي ليه؟ في حاجات سرية موجودة على الكمبيوتر ما ينفعش يشوفها. سيامند، هو انت ليه قاعد على المكتب بتاعي؟ انا مش فاهمة. سجدة، انا اسف جدا ان انا قعدت على مكتبك واستخدمت الكمبيوتر بتاعك، بس انا اسف جدا البرينتر بتاعتي عطلانة وكان في حاجات مهمة لازم اطبعها دلوقتي، معلش ان انا قعدت على مكتبك بدون استئذان. يا ترى سيامند كان بيعمل ايه على الكمبيوتر بتاعي؟ يا ترى هو فعلا كان بيطبع ولا عايز يشوف معلومات عن الهاكر؟ انا حاسه ان انا شاكه فيه، انا عايزه اعرف واتاكد.
ايه ده؟ المسج ده جاي لي من الهاكر وبيقول لي ان انا اروح عند المكان ده في خلال 5 دقايق، ولو ما رحتش في خلال 5 دقايق هو هيمشي. انا ما عنديش وقت، انا لازم اروح بسرعة، حتى ما عنديش وقت ان انا ابلغ العميدة حنان. اهلا يا حلوة، جيتي برجليك لحد هنا، عرفتي بقى ان انا ممكن اجيبك في اي وقت. اديني جبتك المكان اللي انا بقعد فيه، وادي كل الاجهزة حواليكي. ها لسه برضو بتشوكي في قدراتي وعايزة تكشفيني يا حلوة؟ انا مش خايفة منك على فكرة، انا جيت هنا عشان اعرف انت عايز توصل لايه ومين اللي بيساعدك. اكيد في حد بيساعدك وبينقل المعلومات ليك. ما تخلينيش اشك في قدراتك يا حلوة، اكيد اللي بيساعدني حد قريب منك جدا جدا، بس للأسف ذكائك ما خليكيش تشكي فيه، لانه ذكاء مدموك شوية بحب الطيبة، والطيبة ما تنفعش في شغلتنا دي يا حلوة. دلوقتي انت هتخشي الآلة اللي انا اخترعتها، هتروحي حتى بعيدة جدا جدا، ولو ما دخلتيش هأذي كل الناس اللي انت تعرفيهم واهلك وكل حد. ها هتعملي ايه دلوقتي يا حلوة؟ انت حقيقي انسان مريض وجشع، بس انا مش هدخل في الآلة دي عشان انا خايفة منك، لا عشان انا عايز احمي كل عيلتي وكل اللي انا اعرفهم وصحابي كمان. هاها مع السلامة يا حلوة، اشوفك مرة تانية، ده لو اصلا رجعتي. ها ايه ده؟ هو ايه المكان اللي انا روحت له ده؟ اكيد سيامانت هو اللي كان بيساعده اكيد. ايه ده سيامانت، انت جيت هنا ازاي؟ وبعدين وسع عني يا سيامانت، انت اكيد اللي كنت بتنقله كل المعلومات. لو انا كنت بنقله المعلومات ما كنتش هاجي وراك يا سجدة عشان انقذك من الهاكر الشرير ده. لما طلعتي من الشركة بسرعة انا قلقت عليكي جدا جدا، وطلعت وراكي عشان اشوف مالك، وفضلت ماشي وراكي لحد ما وصلتي للهاكر وسمعت كل حاجة، وعرفت ان هو حطك في الآلة، ولما شفني كنت واقف حطني انا كمان في الآلة، عشان كده انا بقيت معاكي هنا. لازم نتصرف مع بعض يا سجدة، لازم ننقذ العالم كله من الهاكر ده، والاول لازم نطلع من المكان اللي احنا فيه. امال انت كنت بتعمل ايه على الكمبيوتر بتاعي يا سيامان؟ ومين اللي كان بيساعد الهاكر؟ سجدة للأسف اللي بتساعده هي مريم. قبل ما تشوفيني وانا قاعد على الكمبيوتر شفت مريم وهي قاعدة مكانك، وكانت بتاخد كل المعلومات وكل الايميلات اللي انت كنت عمالة تعمليها عشان تكشفي الهاكر، واول ما قامت على طول قعدت على الكمبيوتر واكتشفت ان هي اخدت كل حاجة، واتأكدت ان هي مريم هي اللي بتساعده. ايه مريم، انا اسفة ان انا ظلمتك يا سيامان. طب تعالى نطلع من الباب ده عشان نشوف احنا ممكن نطلع ونروح فين. لسفينة فضائية دي ولا ايه يا سيامان؟ واكيد لو روحنا من الممر ده وفضلنا ماشيين هيودينا على الفضاء برا، واكيد لو طلعنا هنموت. ما اعتقدش يا سجدة ان احنا في سفينة فضائية، هو اكيد عامل كل ده عشان يخوفنا. تعالي تعالي نخش جوه الممر ونطلع من اللي احنا فيه ده، هو عامل لنا زي المتاهة وعايزنا نموت من الخوف والرعب وما نعديش منها اي حاجة، وفي الاخر كده كده برضو هنموت هنا من الجوع والعطش. تعالي معايا يا سجدة. سيامان ده هو احنا زي في الفضاء وبنتنفس عادي. كل اللي انت شايفاه ده مش حقيقي يا سجدة، اللي انت شايفاه ده مجرد محاكاة هو اخترعها عن طريق الآلة بتاعته، يعني كل ده مش القمر ولا حاجة. سيامان احنا فعلا مش في القمر عشان في عربية معدية، طب تعالى نشاور لها عشان تودينا البيت بتاعنا. يلا بتسوق العربية، تعالى تعالى خدنا. انا مش مصدقه ان احنا رجعنا، انا كنت فاكره ان احنا هنموت هناك. شكرا يا سيامان. العفو يا سجده،
دايما هتلاقيني جنبك، قلتلك قبل كده اي حاجة تعالي قوليلي وهتلاقيني على طول معاكي. دلوقتي روحي بسرعة على العميدة حنان وبلغيها بكل اللي حصل عشان نلحق نتصرف. بس يا فندم كل ده اللي حصل والحمد لله انا وسيامندا رجعنا بألف سلامة. ياه كل ده يحصل يا سجدة؟ حمد الله على سلامتك انتي وسيامند. عموما انا هصدر امر بالقبض حالا على الهكر ده قبل ما يعرف ان انتي رجعت انتي وسيامند عشان ما يهربش. اما بقى مريم فعقابها هيكون شديد كمان لان هي كانت بتساعده. هصدر امر بالقبض عليها حالا. اما انتي بقى يا سجدة انتي وسيامند فليكم مكافأة كبيرة جدا جدا وكمان ترقية لانكم دايما ما بتخيبوش ظني. يا سلام انا مبسوطة جدا عشان انا وسيامند هنترقى وهيجي لنا كمان مكافأة كبيرة، ولو اني زعلانة على صاحبتي مريم بس هي تستحق العقاب ده. ها ايه اللي حصل يا سجدة؟ طمنيني اترقينا ولا ايه؟ يا ترى في مكافأة؟ ده احنا مش بس اترقينا يا سيامند، ده احنا كمان هيجي لنا مكافأة كبيرة. يس يا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم يا اصحابي، ولو عجبكم روحوا اعملوا لايك واعملوا اشتراك كتير كتير، ويلا بيي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 ي